السلام عليكم ورحمة الله. الأخبار؟ رجعنا لكم تاني. من ضمن الحاجات اللي احنا إن شاء الله قلنا هنبتدي نشرحها الـ GOA. الـ GOA اللي هي Joint Operation Agreement. أنا طبعا جايب مديول معايا هنا كده، بس مش يعني سامبل كده للمديول. الجو ايه عبارة عن ايه؟ هو جو ايه باختصار شديد كده عشان نعرفكم. هو العقد تشغيل ما بيني وما بين الشريك او الشركة التانية. طبعا ما ان احنا عارفين ان حجم الاستثمارات بيبقى في القطاع البترول بيبقى حجم كبير جدا، فطبعا وتكلفة بالدولار كبيرة برضو، فبيبقى في بعض الشركات بتجوين مع شركة تانية عشان يحفروا البير ده، وبيبقى في حد فيهم اوبريتور. اوبريتور هو قائم بأعمال التشغيل. طيب عشان اشترك او اخش مع شريك فلازم يبقى في يبقى معايا يبقى في عقد اقدر اشتغل بيه، والعقد دوت ينص على حقوق ويعني وكل واحد بيعمل ايه في ال في 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 او دوره ايه في الحفر دوت. طبعا وغالبا الاوبريتور هو اللي بيبقى مسؤول عن موضوع الحفر ده. طيب عشان اقدر احفظ حقوقي واحفظ ملكيتي لان انا بصرف استثمارات كتيرة جدا، فلازم يبقى في ما بيننا وما بين ما بين بعض عقد. وده الجو ايه بتوضح جواها او داخلها حاجات نصوص كتيرة جدا، سواء محاسبية، سواء التبادل والتداول المستندات ما بيننا وما بين بعضينا، الكاش كول امتى، التيرمز بتاعتها وادفع ايه وامتى وازاي، والنوع العملة ايه. لو حبيت احفر لازم ابلغ الشريك اللي انا هحفر قبليها بقد ايه، الاجتماعات والميتينجز وما بيني وما بين الشريك ازاي بتتم، البادجت اللي بتتحط، الاي في اللي بتتفتح ولازم ابعت وكل الحاجات دي. طبعا كل المصطلحات دي هنشرحها في الفترة الجاية، بس انا جايب لكم يعني من الاول خالص. فطبعا الجوينت فينشر او جوينت اوبريشن اجريمنت دي العقد اللي ما بيني وما بين الشريك الاخر ازاي نظام العمل هيتم وهيمشي، وايه ايه حقوقي وايه التزاماتي اللي عليا، والنزاعات بتوصل ازاي، بنلجأ لايه للنزاعات ده بين شريكين. ده غير البي اس سي. البي اس سي فرق ما بين البي اس سي والجي او اي، البي اس سي ما بين الحكومة والشركة، الهيئة العامة للبترول والشركة، أما بالجو إيه ما بين شركتين مع بعض وهيحفروا في بير معين. طيب إيه الحاجات اللي بتنص عليها الجو إيه؟ السكوب، سكوب اوف ورك. إيه هو بتعرف السكوب اوف ورك عبارة عن إيه؟ طب إحنا عاوزين نخش بس ننزل تحت شوية كده. لو معرفنا السكوب اوف ورك هنا، السكوب اوف ورك هنحفر ايه وامتى وايه التعريف بالبير، الديوريشن المدة اللي هنقدر نحفر فيها وهتقعد قد ايه. برضو في شوية بس عاوز اجيب لكم هنا ايه البرسنتج انترست اللي ما بيني وما بين الشريك، الديزاين شكل البير، الحقوق الريسبونسابيلتي الالتزامات، المنهج ازاي اللي هنحفر، التزامات التشغيل، الفلوس اللي عليا، الجنرال جرافيك انفورميشن كونسلتنت اوبريشن لايبيلتيز،
ريكوردز، الريكوردز ريبورتينج، الريبورتات هتبقى ماشي شكلها ازاي وهتتبعت امتى بالتواريخ، الداتابيز ازاي هتبقى، انشورنس التأمين اللي عليا، الكوست انفورميشن تكلفة والفايلينج كليمز. يعني بمعنى صح هو الجي او اي دي بتبقى اللي بيكتبوها ما بين ما بين بعضيهم، او الشركتين ما بينهم بعضيهم، بيبقى غالبا المحامين هم اللي بيقعدوا مع بعض وبينصوا الحاجات اللي بتبقى ليها سامبلز وليها يعني ستاندرد معينة، بس ممكن تشيل وتحط منها الالتزامات والحقوق اللي انت عايز تحطها وتضمنها بينك وبين الشريك ده. كل اللي يهمنا في الحاجات كمحاسب او كمحاسبين طبعا، ان احنا ب ب بتبقى بتشوف مواعيد الكاش كولز اللي هندفعها امتى، ودي بتبقى ملتزم بيها قدام الاوبريتور اللي هو الشريك التاني، وطبعا الشريك ملتزم قدامك ان هو يدفع لك، يبعت لك البيلينج اللي هو اثناء بعد عملية الحفر والكلام دوت، بيصرف مصاريف فلازم يعملها في البيلينج. كل المصطلحات دي ما تقلقوش هنشرحها كلها. الريبورتينج ازاي، الريبورتات اللي هبعتها لك وامتى وازاي والشكل ايه، الجرد، طرق جرد مثلا، اوبريتور بيبقى عنده المخزن وبيجي يقول لك انا هجرد في الوقت الفلاني وهبعت لك الانفيتيشن في الوقت الفلاني وهبعت لك الليست عباره عن ايه بتاعه الجرد. فكل اللي تفرق كمحاسبين او في المجال المحاسبي، اللي انت المواعيد كاش كولز، البيلينج بتيجي ازاي، الريبورتنج بيجي ازاي، الانفيتيشن بتاع الجرد، الحاجات دي كلها. في شوية حاجات قانونية طبعا، يعني انا مش عاوز يعني اخش فيها قوي، اللي هي النزاعات، ولو حصل ما بيننا ما بين بعض نزاعات بنتجه لمين ومش عارف ايه. الاي في اي هنا طبعا من ضمن برضو الحاجات المهمة اللي لازم تبقى عارفينها، شكل الاي في اي هيبقى يتبعت لك امتى ومين اللي يوافق عليه الاول، وفي خلال قد ايه تديني الاثوريتي اللي انا ادفع فلوس، يعني مثلا لغاية 50,000 مش محتاج ان ناخد ابروفل، بتبقى هنا المنصوص عليها في الجي او اي. فباختصار شديد الجي او اي انا جايبها لك حاجة لو حد برضو عاوز يعني نتعمق فيها يقول لنا، لكن باختصار شديد الجي او اي هو العقد التشغيل اللي ما بيني وما بين الشريك. ليه بنعمله؟ عشان طبعا نسي ساعات حجم الاستثمارات، قلنا بيبقى حجم الاستثمارات كبير في الابار وحفر الابار، ف باخد بيبقى لازم ابقى معايا شريك عشان يشير معايا او يشترك معايا في الحفر. الجو اي مختلفة عن بي اس سي، جو اي بيني وبين الشركتين او الشركتين اللي هم اللي هيخشوا في الحفر، وبيبقى فيهم واحد اوبريتور هو المسؤول عن الحفر، واحنا الاثنين الجايد لاين بتاعنا البي اس سي اللي هو العقد اللي ما بيني وما بين الهيئة العامة للبترول. محتاجين شرح زيادة لو سمحتوا ابعتولنا عشان نقدر نفيدكم. جي او اي هبعت لكم السامبلز ديت، ولو حد محتاجها ايميل ابعتها له على الايميل الخاص، ابعت لكم السامبلز ديت في لينك بيها على في الكومنتات ان شاء الله. شكرا.